ممتاز. البيان اللي صايغه طلع للشيخ انا ضد ذهاب البيان، لانه اقحم نفسه في امور قانونيه، ولذلك انت ذكرتها الحين امور العداله، كيف تحكم انت على امور عداله؟ ايضا مساءله خالد الباطين لا يسائله لا المجلس ولا اللجنه الاعلاميه، الذي يسائله الجمعيه العموميه. هي الوحيده اللي تسأل؟ هي الوحيده فقط في المساءله في الاقاله، ولها ضوابط، ارجع اقول حتى الاقاله لها ضوابط.